مشاهدينا مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم الحصاد. نبداها كما هي العاده بعناوين الاخبار. السيسي يطلق البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده. رئيس الوزراء الجديد يبدا مشاوراته لتشكيل الحكومه. الزراعة تعلن استعدادها لاستقبال عيد الأضحى. وأخيرا خروج خمسة حجاج من المصابين في حادث سقوط الرافعة من المستشفيات. إذا كانت هذه هي العناوين، أما التفاصيل فنتعرف عليها ونبدأها من برنامج الرئيس السيسي الجديد الذي أطلقه لتحفيز الشباب على تعلم القيادة. السيسي يطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة. وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر في مقر جامعة قناة السويس إن البرنامج يهدف إلى تأهيل 2500 شاب وشابة سنويا كمرحلة أولى، كما طالب الرئيس رؤساء الجامعات بإعطاء أولوية خاصة للبحث العلمي وتطوير العملية التعليمية لتشمل المشاركة المجتمعية لجميع الجامعات المصرية، بحيث تتعاون مع جميع مؤسسات الدولة في تخريج شباب واعي بمتطلبات السوق وكذلك لديه انتماء حقيقي لوطنه مصر. حول مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ جمال حراجي مراسل اليوم السابع من الإسماعيلية. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية يعني ادينا فكرة حضرتك عن الملتقى الشبابي الرائع اللي بيعقد الآن على أرض الإسماعيلية حيث جامعة قناة السويس التي تستضيف أسبوع شباب الجامعات، يعني ناخد يعني فكرة سريعة عنه. هو أسبوع شباب الجامعات يعني كان بيتم تنظيمه سنويا لأنه بقى له 6 سنين لم يتم تنظيمه، دي السنة الأولى بعد توقف دام 6 سنوات. جامعة قناة السويس بتستضيفه هذا العام من الفترة 12 إلى 17 سبتمبر الحالي، بيشارك فيه حوالي 24 جامعة مصرية بعدد 7000 طالب أو أكثر من 7000 طالب وطالبة من يمثلون هذه الجامعات. بيتم تنظيم مسابقات في مجالات مختلفة زي المجالات الرياضية، المجالات الثقافية، المجالات الفنية، زي مباريات بين الطلاب. في النهاية بيبقى في يعني الجامعات الفائزة بمراكز أولى، ده بيبقى في الختام. الحقيقة إن الأسبوع الجامعات المصرية العاشر افتتح يوم السبت الماضي، هو امبارح أمس يعني، بدأت المسابقات صباحا وتم تنظيم حفل افتتاح مساء، حضروا وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق اللي هو في الحكومه التي تقيم وتسيير الاعمال حاليا، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني، وكان معهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، بالاضافه الى الفريق مهاب منيش رئيس قناه السويس، واللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناه السويس. الحقيقه كان حفل افتتاح يعني متميز، تم تقديم فيه فقرات فنيه، والفنان محمد فؤاد وهو احد ابناء الاسماعيليه يعني هو الفنان الوحيد اللي كان خارج المدينه قام باحياء الحفل. اليوم اللي هو الاحد طبعا جاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا معه دكتور شريف، دكتور اسمه وزير اللي هو رئيس الوزراء الحالي دكتور شريف اسماعيل، وايضا كان معهم دكتور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، ونفس الوزراء الذين يعني شهدوا الافتتاح امس، وزير التعليم العالي ووزير التعليم الفني. طيب ما تم النهارده الحديث عنه يا استاذ جمال بشان هذه الدورات التدريبيه لتاهيل الشباب، يعني ايه اللي حضرتك تقدر تضيفه لنا كتفاصيل فيما يتعلق بهذه المبادره؟ لا هو تفاصيل الزياده بالاضافه للمباريات اللي بتتم بين الشباب انه هيبقى في حاجه اسمها ملتقى التوظيف. ملتقى التوظيف ده هيتم على هامش المهرجان، احتمال يتم خلال الساعات القادمه يعني بكره مثلا او بعده. هيبقى في عدد كبير من الشركات تقريبا حسب تصريح دكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناه السويس انه في 20 شركه يعني من الشركات الكبرى هتساهم في توفير فرص عمل للشباب
في هذا اليوم من داخل جامعة قناة السويس، ودي الحقيقة أول مرة بتحصل في أسبوع شباب الجامعات، إنه بيوفر فرص عمل للشباب وبيحل أو بيساعد في حل مشكلة البطالة. ده تقريبا اللي هو يعني الحاجة المختلفة في أسبوع شباب الجامعات. يعني هل يعني جرت العادة على إن الرئيس يحضر هذه الملتقيات، ولا يعني ده حرص زائد من الرئيس السيسي لتشجيع الشباب، لأنه يعني شباب الجامعات هم طبعا عماد المستقبل، فإنه يحضر هذه اللقاءات وإنه يعني يعلن عن إطلاق برنامج رئاسي لتأهيل الشباب القادة من جامعة قناة السويس، ده له معنى ومغزى يعني؟ بالتأكيد هي لمحة يعني طيبة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يحضر هذا الملتقى لشباب جامعات مصر، يعني حاجة جميلة طبعا إنه يلتقي بالشباب. النهارده هو النهارده عمل حوار مفتوح مع عدد من الشباب وعدد ايضا من رؤساء الجامعات، واتكلموا حوالين فكره يعني تطوير اليات العمل داخل الدوله، وان الدوله بتعمل لصالح الشباب، يعني احنا الشباب مستقبل هذا الوطن، وانه احنا بنعمل يعني حسب كلام السيد الرئيس يعني الدوله كلها بكل يعني اجهزتها بتعمل لصالح الشباب، ومفروض انه عمداء الجامعات ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات يقوموا ب يعني محاوله لدعم الشباب والوقوف الى جانبهم، وخاصه الشباب المبدع. نعم. الناس اللي هم عندهم يعني ابداعات وعندهم افكار يطوروها ويستفيدوا منها. ده هي انا اعتقد انه لم يحدث من قبل. نعم. يعني اسبوع جامعات او اسبوع شباب جامعات اتاجل 6 سنوات، يعني قبل الثوره بعامين تم تاجيله. وهو الطريف انه يعني اول مره يقام فيه هذا الاسبوع كان في الاسماعيليه من سنين طويله، وهو يعود مره اخرى الى الاسماعيليه مع وجود مشروع عملاق زي مشروع قناه السويس. انا بشكر حضرتك استاذ جمال حراجي مراسل يوم السابع بالاسماعيليه، شكرا جزيلا لك. ونتحول من الاسماعيليه لنعود الى رئاسه الوزراء ومشاوراتها حول الحكومه الجديده. رئيس الوزراء الجديد يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة. بدأ المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بدأ مشاوراته لتشكيل حكومته، وأوضح شريف إسماعيل أن أولويات حكومته ستركز على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن ووضع برنامج عاجل ومحدد لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وأضاف أنه سيركز أيضا على تفعيل التعاون مع كافة الأجهزة المعنية للنهوض بكافة قطاعات الدولة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن وللمستثمر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على التعامل بكل جدية وحسم مع الملفات التي تمس المواطن. ومن المقرر أن ينتهي إسماعيل من تشكيل حكومته وتقديمها للرئيس السيسي قبل نهاية الأسبوع الجاري. لأجل مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر معنا على الهاتف الأستاذ عزت شعبان مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك أستاذ عزت. مساء الخير أستاذ عليكي وعلى المشاهدين الكرام. مساء النور يا فندم. وهل هناك أي أسماء يعني تسربت من هذه الاجتماعات يمكن أن نتحدث بشأنها فيما يتعلق بالوزراء، ومن من الوزراء باق ومن جديد سيفد على رئاسة الوزراء؟ لا، خلينا في البداية نقول أنه يعني المشاورات والملفات التي يبحثها رئيس الوزراء المكلف المهندس شريف اسماعيل لم تتم في الوقت الحالي في مكان ما بعيدا تماما عن اعين الاعلام وعن اعين الاعلام والصحافه وايضا عن اعين السياسيين في المجتمع. لم تترشح اي اسماء بعد. اعتقد انه رئيس الوزراء المكلف في مرحله النظر ودراسه بعض الملفات وليس المقابلات مع شخصيات معينه، هو يجري تفحص اولا الملفات ثم يطلب تحريات الاجهزه الامنيه قبل ان يجري اي لقاءات مع اي من المرشحين لتولي الحقائب الوزاريه الجديده. اعتقد انه بعد يومين يمكن يبدا المهندس شريف اسماعيل في اللقاء بعدد من المرشحين. اعتقد انه على يوم الاربعاء او الخميس القادم من الممكن ان يستقبل رئيس الوزراء المكلف المرشحين الجدد في مقر مجلس الوزراء تمهيدا لعرض القائمه على الرئيس. حضرتك بتكلمنا على يوم السبت القادم اللي هو بداية الأسبوع، يعني يعرض يلتقي الأربعاء والخميس بالمرشحين. نعم. ثم يعرض الأسماء على الرئيس السيسي يوم السبت القادم،
قبل حلف اليمين السبت او الاحد. طب هل اتضح يعني هناك لكل رجل توجهاته وافكاره فيما يتعلق بوزارته اللي يريد ان هو يعني يدعمها؟ توجهات المهندس شريف اسماعيل يعني احنا الان في حاجه الى تنميه اقتصاديه حقيقيه، هل يعني توجهاته بتتجه نحو تنميه المجتمع اقتصاديا؟ احنا عملنا مؤتمر اقتصادي وعملنا محور قناه السويس او بدانا وشرعنا فيه وكل املنا هو الناحيه الاقتصاديه للبلاد انها تتحسن، لكن لسه التحسن المرجو لم يتحقق بعد، فتوجهات الرجل هل يعني هناك يعني اخبار عن هذه التوجهات عن الافكار التي يطرحها؟ خليني في البدايه اقول انه رئيس الوزراء المكلف لم يسير في خط او في اتجاه شخصي او توجهات شخصيه له، ولكن يسير في توجهات ياخذها من رئيس الجمهوريه ومن القياده السياسيه في الدوله. القياده السياسيه هي سياسات الدوله في المرحله المقبله، يعني تكليفات الرئيس لرئيس الوزراء الحالي هو ضرورة العمل على تحقيق إنجاز سريع في أنشاء الوزراء يشعر بالمواطن بشكل سريع. الأمر الثاني هو إحداث طفرة وإنجاز اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية يدركون تماما أن التنمية الاقتصادية هي عنصر أساسي في السياسة العامة للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وبناء عليه أعتقد أنه رئيس الوزراء المكلف سيسير بقوة أو يختار أعضاء حكومته على أساس هذه التوجهات. أولا توفير الخدمات الجيدة وإنجازات للمواطن المصري البسيط. الأمر الثاني هو السير بقوة في الملف الاقتصادي والتركيز على المجموعة الوزارية الاقتصادية لتحقيق إنجازات اقتصادية يشعر بها المواطن، وفي نفس الوقت يحقق البرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعهد به خلال مرحلة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية. أشكر حضرتك. أعتقد كمان أنه من ضمن الامور التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء المكلف ان يخوض بشكل في المشروعات القوميه الكبرى والعمل على تطوير الاقتصاد في ضوء المؤتمر الاقتصادي السابق. بشكر حضرتك استاذ عزت شعبان مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لك، ونلتقي بوزاره الزراعه واخبارها في هذه الفقرة. الزراعة تعلن استعدادها لاستقبال عيد الأضحى. عقد الدكتور حسام مغازي المكلف بالإشراف على وزارة الزراعة في حكومة تسيير الأعمال عقد اجتماعا طارئا مع قيادات وزارة الزراعة صباح اليوم لبحث استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك ورفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا للحالة الطارئة ووضع خطة لتشديد الرقابة على الأسواق خلال أيام العيد. والتقى الدكتور حسام مغازي الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لعرض آخر الإجراءات المتبعة في 480 مجزرا وفتحها للذبح المجاني خلال أيام العيد، بالإضافة إلى استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال الزوار وآخر ما وصل إلى المحاجر البيطرية من رؤوس ماشية حية لطرحها في الأسواق قبل العيد. كما التقى الدكتور حسام مغازي الدكتور عبد الكريم زياده رئيس قطاع الانتاج للاطلاع على خطه القطاع في توفير السلع الغذائيه باسعار مخفضه ولا سيما اللحوم في منافذ الوزاره. طبعا كلنا تابعنا بقدر كبير من الاسى مشهد يعني المؤلم اللي حدث للحجاج في الحرم الشريف، لكن يعني كلنا نتمنى ان احنا يعني يحسن ختمتنا زيهم ويلحقنا بهم على خير. اخر اخبار الحجاج خروج 5 حجاج من المصابين في حادث سقوط الرافعه من المستشفيات. اكد دكتور هشام عطا رئيس البعثه الطبيه للحج بوزاره الصحه خروج 5 حالات من الحجاج المصابين في حادث سقوط رافعه المسجد الحرام بمكه بعد تحسن حالتهم تماما وتماثلهم للشفاء. وقال الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة أن عدد الحجاج المصريين في المستشفيات 15 حجا وسيكتب لهم خروج خلال الأيام المقبلة بعد تحسن حالتهم، وأضاف أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات والعيادات الخارجية التابعة للبعثة الطبية.
لدينا اتصال هاتفي مع دكتور حسام. بنحاول نحن نجهز اتصالا هاتفيا ل يعني التعرف على صحة الحجاج المصريين هناك وما قالوا إليه بعد هذه الحادثة وعدد المصابين، عدد المصابين حتى خارج هذه الحادثة، لأن احنا عارفين إن كتير من كبار السن طبعا بيطلعوا في الحج وممكن يصيبهم يعني قدر من التعب أو الإرهاق ويحتاجوا إلى مستشفيات هناك. حتى يجهز الاتصال ننتقل إلى الخبر التالي والذي يتحدث عن السيول. رفع حالة الطوارئ لجميع القطاعات والأجهزة للتعامل مع السيول. قرر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والقائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر رفع حالة الطوارئ لجميع القطاعات والأجهزة المسؤولة عن التعامل مع السيول في قطاع الري وقطاع المياه الجوفية، وذلك فور وصول أنباء السيول التي وقعت مساء أمس في جنوب سيناء وبعض محافظات جنوب الوادي. وقرر الوزير إنشاء غرفة عمليات لمتابعة أعمال تطهير مخرات السيول على مستوى المحافظات المختلفة، كما وجه مغازي بتسخير كل إمكانات الوزارة من معدات وأجهزة للمعاونة في أي طارئ، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع أجهزة محافظة جنوب سيناء والتي قامت بغلق طريق نويبع طابة في الاتجاهين وطريق وادي وتير. طبعا نتمنى أن احنا يعدي موسم السيول ده بلا أي خسائر زي الخسائر اللي بتحصل، وكمان نتمنى الاستفادة من المياه الناتجة عن هذه السيول. ده خير ربنا سبحانه وتعالى بعته لنا، لكن احنا للأسف بنتعامل معاه كده على إنه يعني هباء منثورا، وده لا يصح في بلد يعني بتعيش تحت خط الفقر المائي. يعني احنا مش بس فقر عادي، لكن فقر مائي كمان وشح مائي قربنا نوصل له، وبالتالي احنا السيول دي لابد أن نعتبرها خير ونتعامل معاها على أساس إن احنا نستفيد بمياه. ننتقل إلى تجهيزات عيد الأضحى أيضا من قبل الوزارات المختلفة. إذا كنا قد تحدثنا عن وزارة الزراعة فهناك جهود من وزارة التموين، ضبط 14 طن لحوم فاسدة بالقاهرة والجيزة قبل عيد الأضحى. تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين بالأسواق، حيث تم التحفظ على 5 أطنان من اللحوم لدى أحد المحلات بالجيزة، إضافة إلى ضبط 9 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية لدى بعض المحلات بالقاهرة، وتم تحرير محضر وجاري عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وطبعا إحنا في حاجة إلى تشديد الرقابة، لأن يعني الضمائر للأسف منعدمة في الأسواق تماما، فيعني عاوزين نرفق بالمستهلك قليلا. وطبعا احنا يعني السودان دولة شقيقة ودولة فيها خير كتير جدا على مستوى الأراضي ومستوى المياه، والتوأمة ما بيننا ضرورية للغاية، وهناك مزارع ناجحة جدا في السودان بنسعى إلى يعني إنها تظل على نجاحها وأن ننشئ مزارع أخرى مماثلة. توقيع عقد إقامة أول مزرعة نموذجية بجنوب السودان الخميس القادم. أعلن الدكتور حسام الدين محمد مغازي وزير الموارد المائية والري في حكومة تسيير الأعمال أنه سيتم توقيع عقد تخصيص مساحة 1.25 مليون متر مربع 300 فدان الخميس المقبل لإقامة أول مزرعة نموذجية بمدينة واو بجنوب السودان، حيث يقوم سفير مصر بجنوب السودان بتوقيع الاتفاق التنفيذي للمشروع. توفر المزرعة نحو 50 فرصة عمل للجانب السوداني من خلال تربية نحو 500 رأس ماشية منتجة للألبان من خلال استخدام ماكينات الحلب الآلي وأنظمة التغذية الحديثة ونظام الرضاعة الصناعي. أوضح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن المشروع يأتي في إطار التكامل والتعاون بين مصر ودول حوض النيل بوجه عام ودولة جنوب السودان بوجه خاص. قلنا كتير جدا من الدول سواء العربية أو حتى خارج الوطن العربي تماما استفادت من إمكانات السودان واستزرعت أراضي كتيرة جدا هناك وحصدت الخير بالفعل، وكان يجب علينا أن نبادر بمثل هذه الأفعال، لكن يعني أن نأتي متأخرا أفضل من أن لا نأتي أبدا، وإن شاء الله تكون يعني مزرعة خير ونماء لنا وللسودان. انعقاد الاجتماع الثالث لبيت العائلة المصرية بحضور 100 قس وشيخ. ترأس الأنبا بنيامين أسقف المنوفية الاجتماع الثالث لبيت العائلة المصرية بحضور 100 عضو من الآباء الكهنة والأئمة والشيوخ من قيادات الأوقاف والأزهر بالمحافظة.
وتباحث الحضور في عدة موضوعات وفقا لجدول الأعمال المقرر من قبل مجلس أمناء بيت العائلة، وكذلك تم وضع برنامج مقترح لخطة العمل المركزية استهدفت مناحي دعم العائلة المصرية لخطة التلاحم والتكاتف والتي تعد ضمن الأهداف الهامة لبيت العائلة. كما تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل في لجان منها لجنة الخطاب الديني ولجنة الطوارئ التنفيذية والتعليم والإعلام والعلاقات العامة والشباب والتنمية المجتمعية والرصد والمقترحات ولجنة الأسرة ولجنة المتابعة. أتمنى أن يسفر بيت العائلة عن أي شيء على الأرض، لأن يعني كثرة اللجان لا تؤتي بخير أبدا. المهم المشاعر الحقيقية التي تربط بين المسلمين والأقباط على أرض الواقع، والمهم تغيير الأفكار المتطرفة على أرض الواقع. أما بيت العائلة يعني شيء جميل جدا ومحمود، ولكن أعتقد أنه يعني بروتوكولي، نتمنى أن يكون له يعني أثر أكثر من البروتوكوليات يعني ينعكس على المجتمع المصري. الدفع ب200 عجل بمنفذ وزارة الزراعة بالدقي من الثلاثاء المقبل. أكد الدكتور حسام مغازي المكلف بالإشراف على وزارة الزراعة في حكومة تسيير الأعمال أنه سيتم الدفع ب200 عجل في منفذ وزارة الزراعة بداية من الثلاثاء المقبل وطوال أيام عيد الأضحى بسعر 55 جنيه للكيلو لمواجهة ارتفاع الطلب ومنع انفلات الأسعار خلال أيام العيد. وأضاف الدكتور حسام مغازي أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع منافذ قطاع الإنتاج ومديريات الطب البيطري التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمحافظات، وتكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم بأنواعها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإلغاء الأجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر اليومية، وتوفير الأختام والأحبار الخاصة للحوم الأضاحي. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب عيد أضحى آمن وهادئ وسليم، ويعني يجي بالفرحة وبالخير بإذن الله على كل العالمين. يعني في إطار برضو إحكام الرقابة على أي أطعمة فاسدة أو أي يعني شيء بنتداوله كمستهلكين، إعدام 1000 كيلو من الأسماك النافقة بالبحيرة قبل تسربها للأسواق. كثفت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة من جهودها لمواجهة نفوق كميات كبيرة من الأسماك النافقة بنهر النيل بالقرب من مدينة الرحمانية بالبحيرة. ومن جانبه أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن رفع كميات من الأسماك النافقة بأكثر من 1000 كيلو، وتم التخلص منها بالمدفن الصحي، وتم إعدام 200 كيلو من الأسماك، وتم سحبها من الباعة الجائلين بالأسواق وتحرير المحاضر. وأضاف محافظ البحيرة أنه تم أخذ 4 عينات من مياه النيل وعينتين من المياه المرشحة، وتم إرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور لتحليلها. كما تم أخذ عينات للأسماك من أنواع البلطي والسيلفر والقرموط ومن الحشائش، بالإضافة إلى عينات من المياه، وتم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة لتحليلها لمعرفة أسباب تلك الوقعة. لسه في حملات كبيره جدا لازاله التعديات على الاراضي الزراعيه اذا يعني خلصت النوايا، واذا ما كانش في فساد ممكن جدا ان احنا نزيل هذه التعديات، وممكن جدا ان احنا نسترجع حقوقنا في الاراضي المنهوبه. ازاله 394 حاله تعدي على الاراضي الزراعيه بالمنيا ودمياط والقليوبيه. تمكنت الأجهزة التنفيذية في محافظات المنيا ودمياط والقليوبية من إزالة 394 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كل من ملوي وصملوط بالمنيا من رفع وإزالة عدد 244 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 11 فدانا واثنين قيراط و19 سهما على مدار 3 أيام خلال حملات الإزالة التي تجري على مستوى جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية. بنتابع كل يوم جهود الشرطة وجهود القوات المسلحة في التخلص من العناصر الإرهابية والتخلص من أوكار الإرهابيين، وضمن هذه الحملات تم تصفية اثنين من العناصر التكفيرية بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تصفية اثنين من العناصر التكفيرية قام بالعديد من العمليات الإرهابية، فقد توفرت معلومات مفادها اتخاذ اثنين من العناصر الجهادية التكفيرية إحدى المناطق الصحراوية بمنطقة الشروق بطريق القاهرة السويس وكرا لاختبائهما.
وأكدت المعلومات أنهما من أبرز العناصر القيادية الجهادية التكفيرية السابق مشاركاتهما في العديد من العمليات الإرهابية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتعرف عليها من خلال الاتصال الهاتفي بالأستاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع. أهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يا ريت حضرتك تكلمنا أكتر يعني عن هذا الحادث وكيف تم التوصل لهذه العناصر الإرهابية أو المتطرفة. يعني هو كانت في معلومات وردت لأجهزة الأمن في وزارة الداخلية وتحديدا جهاز الامن الوطني نفذها وجود 2 من الكوادر الارهابيه الخطره الذين يترددون على منطقه الشروق في القاهره. ان هؤلاء المتهمين ضالعين في واقعه تفجير الذي وقع بالقرب من محكمه مصر الجديده واثر عن استشهاد عقيد شرطه واصابه اخرين. اجهزه الامن اوفدت ماموريه امنيه نجحت في الاقتراب من مكان اختباء المتهمين واستهدافهم، والا ان المتهمين بمجرد استشعارهم واقتراب اجهزه الامن منهم وقوات الامن بداوا باطلاق الرصاص على الامن وتم مبادلته باطلاق الاعيره الناريه حتى ادى الى مصرع الاثنين. نعم طيب يعني دلوقتي يعني كيف يتم استهداف العناصر يعني في مناطق مأهولة بالسكان؟ يعني منطقة الشروق برضو هي دلوقتي يعني منطقة سكنية بيسعى الناس كثيرة للسكنة فيها وده قد يخيف البعض، يعني هل هي كانت داخل مدينة الشروق نفسها أم على مقربة منها في منطقة صحراوية؟ لا يا فندم، هو المكان اللي كانوا قاعدين فيه مكان شبه مكان مهجور على أطراف المدينة بعيدا تماما عن المنطقة السكنية، وان اجهزه الامن يعني فرضت كردون امني حول مكان اختباء المتهمين قبل التعامل معهم، والحمد لله لم تقع اي اصابات في صفوف احد في مصرع هؤلاء الشخصين المتهمين العنصريين الخطرين، واجهزه الامن قدرت تتعامل معهم ب يعني بجراوه كامله ويعني كان تعامل معهم عن طريق ضباط العمليات الخاصة اللي يعني لهم آليات في التعامل مع هؤلاء المتهمين وبيعرفوا يتعاملوا ازاي معاهم وبيعرفوا يسيبوا الهدف بسهولة. كان في مضبوطات معاهم يا فندم؟ كان هناك مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة اللي كانت مع المتهمين اللي كانوا يعني هم بيتخذوا منها يعني دروع واقية وان هم بيقوموا بها جهات الضبط لو حاولت تقترب منهم، وبالفعل عندما اقتربت منهم اجهزه الامن بداوا يطلقوا عيره ناريه بطاريه خفيفه على اجهزه الامن، لكن اجهزه الامن عرفت تتعامل معاهم وانتهت الامر بتصفيه هؤلاء المتهمين والتحفظ على مفاتيح. طيب يعني طبعا الحكومه استقالت كلها والحكومه ضمنها وزير الداخليه، هل هناك اي انباء من داخل وزاره الداخليه حول يعني الشخصيات المقترحه؟ هل وزير الداخليه السابق باقي في الحكومه الجديده؟ هل هناك يعني انباء تسربت عن هذا الموضوع؟ هو يعني وزاره الداخليه يعني امور ماشيه بطريقه طبيعيه حتى هذه اللحظات، ولكن الشواهد بتؤكد ان وزير الداخليه الحالي اللواء مجدي عبد الغفار باقي في منصبه حتى انتهاء عمليات العمليه الانتخابيه، خاصه ان احنا يبقون ايام قليله عن الانتخابات. كمان هو كان وضع خطط امنيه تهدف الى توجيه ضربات استباقيه للعناصر الارهابيه وتم تنفيذ جزء من هذه الخطط، لا يتبقى جزء اخر مما يتطلب وجود الوزير، فضلا عن النجاحات وارشيف مجدي عبد الغفار يعزز من موقفه، سواء النجاح اللي حققه اثناء تامين مؤتمر الاقتصادي العالمي او اثناء تامين حفل افتتاح قناه السويس، وهي الامور التي تعزز موقف مجدي عبد الغفار تشير الى بقائه في الوزاره الجديده. نعم بشكر حضرتك استاذ محمود عبد الراضي نائب رئيس قسم الحوادث بجريده اليوم السابع، شكرا جزيلا لك. وننتقل الى خبر اقتصادي من البورصه المصريه نختتم به هذه الفقره الاخباريه. البورصه تربح 1.8 مليار جنيه في اول تعاملاتها بعد استقاله حكومه محلب.
استقبلت مؤشرات البورصة استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب خلال تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين خصوصا الأجانب منهم، في حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع رأس المال من مستوى 441.5% في نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 442.85 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد. وده طبعا يعني التفاؤل للمستثمرين الأجانب، لأن الموضوع الاقتصادي كان فيه قدر كبير من يعني عدم الوضوح والارتباك. احنا بندعو ناس ومستثمرين انهم يستثمروا في مصر، لكن كل يوم بنطلع بقرار ونقوم بالغائه. القوانين الاقتصاديه لسه مش واضحه، تضارب في الاقتصاد بين الوزراء المجموعه الاقتصاديه وعدم تكون ما بينهم، وبالتالي ان هذه البلد يكون عندها القدره والحيويه على تغيير الوزراء ما تحتاجنا الى ذلك، فده مؤشر جيد وبندعو لاستمراره. مفيش حد يخلف في وزاره، مفيش حد يخلف في اي مكان هو موجود فيه، الصالح والذي يقوم بدوره يستمر والطالح فليرحل. وطبعا ده لا ينفي ابدا جهود رئيس الوزراء السابق اللي احنا بنكنله كل التقدير لمجهوده الرائع في الشارع. بكده بنكون وصلنا لختام فقرتنا الاخباريه لهذا اليوم. بعد الفاصل نلتقي بحواراتنا على الهواء، حوار هيكون عن استعدادات عيد الاضحى المبارك من قبل الهيئه العامه للخدمات البيطريه، وازاي ممكن نحافظ على ثروتنا الحيوانية ونقدم تسهيلات للمستهلكين داخل الأسواق. أما الفقرة الثانية فهتكون عن أهالي سيناء ونظرتهم للمستقبل، خاصة المستقبل الاقتصادي لهذه البقعة الغالية والتي تجري عليها الآن عمليات مهمة جدا لتطهيرها من الإرهابيين. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.